احنا نقول حق ذي المشروع الحمد لله على السلامه، يعني هاي خامس مره واعتقد شبع النقاش فيه، يعني وهذا الشرح شرح. وهني فقط ارد على اللي قالوا الاخوان المقرر او سعاده الوزير او حتى الاخ رئيس اللجنه، من النقاط اللي انا وقفت عنده وهاي لما اقول ان احنا دائما اذا نبي نمشي شيء نحط اشياء ما لها علاقه،